مساء الخير زميل مولود ولكل مشاهدي قناة النهار. تتواصل التغطية الآنية والمباشرة لامتحان شهادة البكالوريا دورة تجوان 2021. كما هو معلوم طلبة شعبة العلوم التجريبية امتحنوا صبيحة اليوم في مادة علوم الطبيعة والحياة وهي مادة أساسية. نترك الآن انطباعات للطلبة الذين اجتازوا حول موضوع ربما وأسئلة موضوع العلوم مادة العلوم الطبيعية. كيف كانت؟ الموضوع كان طويل شوية صعيب، مي الحمد لله سلكناه شوية، مي الوقت ما كفاناش، قعدنا ستريس والضغط وكاع، أما لا خدمنا شوية مي ماشي كيما كنا باغيين، ماشي كيما كنا دايرين. أين تكمن السهولة والصعوبة ربما؟ الصعوبة كانت في التمرين الأول اللي خدا بزاف وقت، النص العلمي، والتمرين الثالث، أما التمرين الثاني فهو سهل. شفنا بلي أنه غالبية الطلبة دخلوا 8 ونص خرجوا حتى الوحدة. لا باسكو إن موضوع طويل بزاف، طويل بزاف، ولاق فيه تخمام باه تدي غاية، وإن شاء الله إحنا خدمنا وباقي على ربي. إن شاء الله ربما إن شاء الله تعبنا ما يروحش باطل. ربما تحضيراتك لمادة اللغة الفرنسية رغم أنه مادة غير مهمة إلا أنه تحضير فيها. حضرت شوية، قريت قبل امتحان البكالوريا، قريت مدة يومين فقط المادة الفرنسية والباقي كلها للمواد الأساسية. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق. بحضرتك. بجانبي أيضا طالب آخر يتحدث لنا ربما على موضوع أسئلة موضوع مادة العلوم الطبيعية، حدث لنا أيضا. بالنسبة للمواضيع، الموضوع الثاني كان شوية طويل وشوية فيه صعوبة في التمرين الثالث التالي، فيها صعوبة، مي الحمد لله أنا اختاريت الموضوع الأول خدمت فيه شوية صعبة. وش هي الحاجة اللي شد زعما شدت الوقت من 8 حتى 11؟ بالنسبة للموضوع ولا؟ بالنسبة للموضوع كامل. ملاحظ أنه الطلبة كامل قاعدوا من 8 ونص حتى الواحد. الموضوع هو في التمرين الثاني تاع الإنزيمات. هو اللي شد لنا الوقت بزاف، كلنا وقت بزاف. بالنسبه للتمرين تاع السوجي ساوج، التمرين تالي طويل بزاف وتعرف مع ستريس وكا خويا، والحمد لله. ربما تحضيراتك لماده اللغه الفرنسيه يعني ما شغل هي تعتمد على الباز لا فرنسيه، مي انا درت هذيك كان جروله التاليه ريفيزيت فيها الحمد لله. نتمنى لك التوفيق. نتمنى لك التوفيق. يحضر معي طالب اخر يحدثنا ايضا على اسئله ربما سهوله او صعوبه اسئله ماده العلوم الطبيعيه. بالنسبه للموضوع الثاني كان الموضوع شويه صعب على الموضوع الاول، بصح اضطريت انني نختاره باسكو ما رجعناش بزاف الفياش، كان اخر درس في وحده المناعه وما ركزناش عليه بزاف، بصح اختاريت الموضوع الثاني وان شاء الله فيها خير. ربما من الساعة 8 ونصف إلى غاية الساعة الواحدة التركيز أكثر كان. الموضوع كان شوية طويل وقدم لنا وقت كبير، وفي الأول يعني كامل ما بداوش يحلوا في يعني خداوا وقت باش يحلوا باش يختاروا الموضوع السهل بالنسبة لهم، وهذا هو الوقت كفانا تقريبا، بصح ماشي كما كنا. ربما وتحضيراتك لمادة اللغة الفرنسية ربما أنه مادة غير مهمة الا انها تبقى بالنسبه لي المواد الثانويه عندي مثلها مثل المواد الاساسيه، نحاول نركز على جميع المواد وهكذاك باش نعوض اذا ما خدمتش في المواد الاساسيه يعوضوا لي المواد الثانويه. ربما واش توقعوا اللغه الفرنسيه واش غادي يكون؟ الموضوع الاول بينا يعني راح يكون على السيجي هيستوريك، والموضوع الثاني ممكن يكون ارغيومونتاتيف. بالتوفيق ان شاء الله. زميلي مولود، كانت هذه ربما انطباعات بعض التلاميذ الذين حضروا هنا بثانوية المجاهد اللواء إسماعيل العماري. سنوافيكم في قادم إن شاء الله نشرات بجديد إن شاء الله. شكرا لك حمزة زلوخي، كنت معنا من ولاية غريزة لكافة مراسلي وكذلك الزملاء المتواجدين في عدد من ولايات لرصد طبعا انطباعات الامتحانات البكالوريا في يومها الثالث. فاصل مشاهد.